خص الانسان يعرف من عادي من يشري الزيت وما يطيقش واخا يكون مشيت عند مول معنصره، لان هذاك الشراء مدسوس في الشوارج راه يهز ويعطيه من الفلتر. خص الانسان يعرف من عادي متى يشري. بالنسبه للطرق ديال هاد الدومي ديال الزيت وخصوصا هاد العام، لان الزيتون غالي والله يكون في العون الانسان بزاف عليه، مثلا 1600 باش غادي يشريه صعيبه عليه، وتيرو من الرخا، ولكن ما خصوش يرو من الرخا، لان فين كاين التلاعب؟ كاين في هذاك الرافيناج ديال الفيطور. راه هو راه الا شتي ما تفرقيش بيناتهم، لان الفيطور تيعقب يتعاود تيتزاد عليه برودوي وتيتفرق في المعاصر بالليل وتيعطيو وتيخلطوا مع الزيتون، تيلوحوا مع في الحجره. انا عندي معنصره والانتاج هذا العام شويه راه ناقص بزاف، تقريبا يلاه كاينه 30% اللي كاينه ديال الانتاج، والناس لان الزيتون ديال هذه المنطقه تقريبا راه نقول كلشي يبس، قليل انتاج هذا العام بزاف. ودابا الزيت دابا تتقام علينا تقريبا ب 75 درهم، الزيتون دابا راه وصل 220، وزيد 10 ديال الطحين هي ولات 23 فريال القنطار، الى عطاك 15 طيح الزيت ب 1500. وانا تنستغرب شي ناس اللي تيبيعوا في الزيت 1300 1200، يعني كاين شي حاجه. وخص الانسان يعرف من عند من يشري. بالنسبه نوصي الناس يحرصوا مزيان، اللي بغى يشري الزيت يعرف من عند من تيشريه، لان بالليل راه تيباتوا لا حول ولا قوه الا بالله. راه هاد الدومين ديال الزيت اللي ما خافش الله راه مشكل صعيب، لان الانسان دابا في هذا الوقت هذا في هذا العصر تيقلب على الربح، ما تيبغيش مثلا واحد جوج درهم و50 خاطر 5 درهم ديال الرباح، وخصوصا هذا العام ما كايناش. انا دابا تنبيع فيه دابا ب 1550 في 50 ريال اللي فيه رباح،